بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده معانا فنان عظيم، فنان جميل، فنان مبدع، جمع بين العلم والفن. فهو خريج هندسه قسم ميكانيكا وخريج المعهد العالي للفنون المسرحيه. اسمه بيفكرنا باجمل افلام الكوميديا الجميله في الثمانينات، واول ما نقول كلمه من ايد ما نمسكهاش نفتكره بحس الكوميدي الجميل وروحه الفكاهيه العاليه. وهو يعد من ابرع الفنانين الحقيقه اللي ادوا كل الادوار، تراجيدي والكوميدي حتى السياسي. مكتبته الفنيه حافله جدا بالافلام والمسلسلات والمسرحيات مع عمالقه الفن المصري، وليه في كل دور مشهد فضل حي في ذاكرتنا. مش ممكن ننسى دوره في يا رب ولد مكان عيسوي عيسوي عيسوي، الفنان عيسوي. معانا النهارده وبيشرفنا وبيسعدني ان يكون معانا النهارده فنان القدير الاستاذ احمد راتب. بجد انا سعيد ان حضرتك معايا. انا اسعد يا فندم، ربنا يخليك. ولسه بقول لحضرتك قبل الهوا بفكرك لما كنت بشتغل معاك مساعد مخرج في رأفت الهجان. مظبوط. كان اسم سيادتك إيزاك بنعمتاي. ايوه. وتشرفت ان اشتغلت معاك. ربنا يبارك فيك. وقد ايه كنت حضرتك، يعني انا مساعد مخرج غلبان على قدي، انت كنت بجد فنان قدير في ادائك وسلوكك وفي كل حاجه. الله يخليك يا رب، ده بس نورتنا. ربنا يبارك فيك. في تقرير اعده زملائي في فريق اعلان عن سيادتك. ايوه. اسمح لي نشوفه وبعدين نبدا. حاضر. الحقيقه تاريخ، يعني لما نقعد نتكلم عن الاستاذ احمد راتب بجد تاريخ، تاريخ طويل ورائح. لما بتشوف البيوغرافي بتاع حضرتك قدامك كده وبتقعد تفتكر بداياتك، اعمالك ومسرحياتك والتنوع اللي عملته، تحس بايه؟ بحس انه يعني امتى اتعمل ده كله، يعني ما ببقاش يعني بستغرب، يعني الاعمال دي يعني بالنسبه لي هي حياتي، يعني هي الشيء الباقي فيا، يعني ان انا كل الشغل ده نتيجه ان احنا جيل كان بيحب العمل، يعني ما نقدرش نقعد يوم في البيت، ما نقدرش نقعد ف يعني الشغل وتقمص الادوار والعمل باستمرار وكده، هو ده اللي كان يعني بفتكره دلوقتي، وبتمنى ان كل الناس تبقى بتحب العمل كده، يعني بالطريقه الجميله دي. يعني يبقى مش صعب. لا مش صعب ان شاء الله. صعب لانك انت حضرتك مخلص في ادائك ومخلص في اختيارك، بس اكيد البدايه كانت مش سهله، خصوصا زي ما قلت في الاول انت كنت بتدرس هندسه. وبتدرس تمثيل. هو طبعا انا البدايه اصلها انا في كليه الهندسه وفي المعهد وخلصت واحد قبل التاني وكده، بس ما ابتديتش امثل خالص غير بعد ما خلصت دراسه، وبعد كمان ما اتجندت وخلصت التجنيد، يعني ابتديت مثلا على سن يعني 27 سنه مثلا. كانت مشكله انه عشان تمثل لازم تكون معروف، وعشان تتعرف لازم تمثل. طب تجيبها منين يعني؟ فالحقيقه كان وقتها يعني تصار مساله ايه، انه اللي يبتدي صغير يفضل صغير، اللي مش عارف ايه يبقى ايه. طيب يعني انا عايز ابتدي كبير، ماشي. طب ما حدش هيجيبني وانا كبير لان ما حدش يعرفني، يبقى هقعد اهري وانكت في نفسي يعني وبتاع وكده، ولا اقعد على القهوه بقى، ولا اقبل اي دور صغير يجيني واهري وانكت فيه برضو، يعني ابقى شايف ناس اقل مني هم كويس يعني اعلى وكده، وانا ابقى متضايق شويه، لكن وانا بشتغل يعني يستحسن اهري وانكت في نفسي وانا بشتغل، مش وانا قاعد يعني. وكان ده اختيار صح 100%. جالي دور صغير كده، فكان استاذي كرم مطاوع، فحبيت استشيره، قلت له انا جالي دور حلقتين في التلفزيون، لا حلقه كان مع الاستاذ احمد طنطاوي الله يرحمه، اعمله؟
فكان رده عليا انت مين، مع انه انا الاول على دفعتي وهو عارفني وكده. قال لي انت مين؟ قلت له انا مين ايه؟ قال لي حد يعرفك؟ خايف على ايه اما تعمل دور صغير يعني؟ خايف على ايه؟ ليك اسم يعني ولا في حد عارفك؟ قلت له لا. قال لي خلاص روح اعمله. فده كان الناس الصريحه اللي ايه ما ما يعني اللي هو صديقك من صدقك يعني. فروحت عملت الدور ده، والحقيقه الحلقه كان هو اميز دور فيها، وابتدت بقى السلسله تمشي يعني. فهي كانت معادله صعبه في الاول، لكن اقتحامها بقى هو ده الصح. انما يفضل الواحد قاعد مستني وظيفه يعني، زي يعني شباب كتير يقعد مستني وظيفه مش عارف ايه، ويقعد يستني ايه، ما تبدا باللي يجي لك وتدرج وامشي واعمل وكده. بقت يعني دي نصيحه بنصحها لكل الشباب، سواء في الوسط الفني او في غيره، او في غيره، في شغل اقبل بشكل. اقبل واشتغل بدل ما تبقى قاعد عمال تهري وتنكت في نفسك يعني. بس صنفت نفسك ازاي يا استاذ احمد؟ يعني بالتاكيد انت من الفنانين المثقفين حقيقه، اللي تقرا وتطلع وعندك ارائك السياسيه لما جيت تصنف نفسك كممثل قلت هبقى ايه؟ كوميديان، تراجيديان، قلت ايه؟ انا كان وقتها امثل وبس، بس يا رب امثل بس، ومش شرط بقى اسمي يكبر ما يكبرش، مش قضيتي. اكسب فلوس كتير قليل مش قضيتي. امثل كوميدي امثل، جالي دور بتاع يعني تراجيدي امثل، في السينما امثل، في الإذاعة أمثل، المهم أفضل يعني جوه الحكاية. انتشر. ويبدو أنها بقت سمة فيا لغاية دلوقتي يعني. أنا لغاية دلوقتي أنا رغم أن أنا يعني في انشغال بالأعمال التلفزيونية والأعمال السينمائية، إنما تلاقيني أروح الإذاعة أعمل حاجة يعني، ومنساش إن, 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 إن الإذاعة دي كانت فاتحة بيتي في يوم من الأيام أكثر من التلفزيون. أول ما ابتديت كانوا ياخدوني عشان أعمل مثلا حلقتين في مسلسل 30 حلقة، دور في الحلقة الأولى ودور في الحلقة الثانية، مثلا جندي واحد وحارس اثنين حاجة كده يعني. فأقعد أعمل الدور الأولاني وأقول لهم خلاص أروح بقى وأجي بكرة عشان أكمل، لا استنى يمكن نخلص كله. فأقعد للساعة 2 بالليل 3 بالليل وما أخلصش كله، فأروح واروح تاني يوم عشان الحلقه اللي فاضله. كان وقتها الربع ساعه ب 2 جنيه. فكنت باخد بعمل حلقتين في الاسبوع ب 4 جنيه. 4 جنيه وقتها كانوا فاتحين بيتي. لغايه دلوقتي انا ما اقدرش انسى ده. فلما يطلبوني عشان اشترك في مسلسل هيتذاع في رمضان برغم التعب اللي انا فيه، لكن اروح بره لانه بحس ان في حاجات ليها حق عليا لازم اعملها يعني. معرفش. رغم ان الوفاء ده للاذاعه النهارده مش كتير، اللي خلاص مع التلفزيون والفضائيات الناس يمكن كتير عزفوا عن الاذاعه. رغم ان في اذاعات خاصه بتحاول تجاري التلفزيون. لكن ايه الحاجه اللي بتحس بقى لما انت عملتها ان الناس بدات، وانت بتفتكر مقوله الاستاذ كرم طبعا في ذهنك انت مين؟ قلت انا بدات ابقى كذا. امتى حصل ده؟ في ايه؟ المسلسل، العمل، الفيلم، المسرحيه. شوف هقول لحضرتك انا يعني اكيد في محطات انت طبعًا. انت مقيم نفسك اكتر من اي حد تاني. طبعا في فتره بقى لما عملت ادوار صغيره كان في يعني منتجين كانوا بيشتغل بفكر انتاجي صح يعني، يقول لك ولد جديد اجره مش كبير بس هو كويس يبقى هيعمل الدور كويس، اخده. فخدوني عملت مسلسل اسمه شجرة الحرمان مع الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ، وعملت مسلسل اسمه مسافرون مع الأستاذ سامي محمد علي، وعملت مسلسل اسمه أيوب البحر. المسلسلات دي بالصدفة اتذاعت في يعني رمضان، كانت بتذاع الساعة 4 قبل ميعاد الفطار بشوية. فالمسلسلات دي عملت لي، حسيت إن أنا يعني عملت بقى حاجه اسمها الجدران الدافئه مش انما امتى عرفت بقى؟ هقول لحضرتك امتى عرفت. انا مش واخد بالي ان انا خلاص بقيت يعني معروف ولا كده، مش ما بتبقاش في بالي خالص الحكايه دي.
يعني حتى وانا ماشي في الشارع مثلا عربية بتزمر ايه في ايه؟ تقول لي عايزين يسلموا عليك. انا بنسى ان انا ممثل، مجرد ما اخرج من الاطار اللي انا بشتغل فيه برجع بني ادم عادي جدا. يعني رحنا الكويت نعرض مسرحية اسمها جحا يحكم المدينة. جحا يحكم المدينة الأستاذ سمير غانم والسيدة إسعاد يونس وأنا. فلما رحنا أنا فوجئت إن العناوين الأولى في الصحف هناك كاتبة إيه بتاع ده، روما في الكويت وصورتي، يعني اسم دور عامله يعني. جورنان تاني كاتب إبراهيم أفندي فؤاد في الكويت، يا سلام إيه ده وصورتي. طيب ماشي، طلعنا على المسرح. كان بيدخل الأستاذ سمير أول واحد، تحية طبعا عظيمة جدا للأستاذ سمير غانم، بعديه السيدة إسعاد يونس تحية عظيمة جدا جدا، وبعدين دخلت أنا. ففوجئت إن التحية استمرت يجي دقيقتين والناس بتدبدب برجليها في الأرض. أنا اللحظة دي اللي أنا اكتشفت إن أنا بقيت شيء يعني، انما قبل كده انا بمثل وبس ومش واخد بالي في ايه الحكايه. وانا سعيد ان انا بشتغل وبعمل ادوار كبيره وحلوه وسعيد باراء زملائي واراء المخرجين اللي بيشتغلوا معايا. وابتدى بقى بعد ده الفتره العظيمه بتاعه قطاع الانتاج، السحت بقى في المال والبنون ورأفة الهجان والسيره الهلاليه و أدوار كتير بقى كانت يعني عملت شيء. يعني السينما بقى كانت يعني ابتديت أعرف لما لقيت الحاجات اللي حضرتك بترددها، يعني لما قلت لي أنا عيسوي يا رب ولد يا رب ولد، لما أمشي في الشارع فلاقي مثلا لا تجادل ولا تناقش، مش اعرف يا علي لا تجادل يا علي، دي منتشره جدا. فابتديت اعرف الفيلم الارهابي طبعا. ايوه، ان انا في السينما برضو يعني في ثقل يعني. فانا يعني بكتشف من الناس، انا عمري ما انا حددت نفسي يعني، ولا حددت اسمي فين، ولا حددت اخد كام. الناس هي اللي بتخليني، هي اللي بتوصلني لاني اخد كام، وان اسمي يبقى ازاي، وان شهرتي تكبر، وان الناس اللي عملت ده كله. انا الحقيقه ماليش اي دخل في الموضوع ده، لاني انا كان كل هدف ان انا امثله بس. انت متواضع جدا. لا والله يعني متواضع جدا، يعني متواضع رغم انك انت بجد بتدي دروس لاجيال كتيره جدا. لان الحقيقه كل عمل انت اديته، كل مسلسل قدمت فيه دور، لما الناس تقعد تبص له كويس، وهنتكلم بعد الفاصل تفاصيل اكتر، تعرف قد ايه انت فنان كبير بجد. ربنا يبارك فيك يا رب. بعد الفاصل مع الفنان الكبير احمد رتب. المحطات اللي في حياتك ممكن نصنفها بشكل تاني يا استاذ، رغم ان احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم على بدايه انا بعتبرها صعبه. انسان ممكن يقول بيكسب رزقه بعرق جبينه، لكن بيحاول ينتشر انه مش موجود. لكن في جيت في مرحله بدات تختار. امتى مرحله الاختيار؟ اعتقد انها يعني ممكن تقول انا هعمل ده، لا مش هعمل ده، بعد مسلسل ام كلثوم. ايوه، يعني الحقيقه كان يعني ترشيح الراحل ممدوح الليثي، ولما بعت لي قال لي في دور احمد رامي وفي دور محمد الأصبكي، ينفع تعمل الاثنين، انت ينفع تعمل كل حاجة، انما محمد الأصبكي ما هاش عارف يعمله الا انت. فطبعا حط عليا مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، غير المسؤولية اللي حطها عليا السيدة إنعام، غير المسؤولية اللي حطها عليا أستاذ محفوظ عبد الرحمن، غير مسؤولية ال 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 احنا كنا كلنا حاسين ان استاذنا، انا اسف يا استاذ عمرو، كنا كلنا حاسين انه ده عمل قومي، اننا بنرفع من شأن هرم من اهرام مصر. وكمان اول مسلسل اتعمل
عن حياه سيده ام كلثوم بالظبط ويؤرخ لحياتها. ايوه وكان بيؤرخ لفتره كامله طبعا فيها الصحافه وفيها الادباء وفيها السياسه فيها السياسه وفيها كل شيء. فكنا حاسين ان احنا قدام عمل قومي عايزينه يبقى على اعلى مستوى. فمن بعد ده بقى ابتديت احس ان انا يعني ما ينفعش بقى يعني ساعات يعني كده ايه في النص هفوه كده تحصل بس بتعدي يعني لانه المجمل كله اختيارات. الهفوات دي بتبقى عباره عن ايه؟ يعني ممكن اقول في لحظه من اللحظات احتياج للمال؟ والله يعني لا مش كده قوي مش يعني كده. لا هو بيبقى برضو الرغبه في ان انا ما اقعدش ويبقى في فتره مثلا ما فيهاش اعمال ممكن يعني تقلق لو في فتره ما حصلش فيها شغل فاقوم عامل حاجه بس ما بتبقاش يعني تحت الارض يعني لا 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 بتبقى يعني متوسطه بس مش في حجم اللي انا دايما بعمله يعني. حضرتك من النوع اللي بيحاسب نفسك ممكن تقول لما تقعد تبص على اعمالك تقول ده ما كانش لازم اعمله ده لا ما كانش لازم اعمله لا لا ولا لا ما تسامح في النقطه دي؟ ما احبش اجلد نفسي عشان افضل واقف على رجلي يعني. لو حاجه عدت كده اقول يعني اللي جاي يعني هيمحو ده تماما يعني واصر على اللي جاي يبقى كده يعني. يعني حضرتك بعد مسلسل ام كلثوم تاني مسلسل على طول كان كان خيال الظل مع الاستاذ الراحل يحيى العالمي وكان دور صعب جدا 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 و صحيح وعملته ونال اعجاب ما تتصورش ازاي يعني. فكانوا الناس بيكتبوا ساعتها احمد راتب بعد ام كلثوم يقدر يعمل ايه تاني ما خلاص كده يعني الاصابع كمان الحقيقه استاذ احمد الحقيقه انت كمان درست الشخصيه بشكل كبير والحقيقه انا مش هنسى التكريمات اللي حضرتك خدتها انا فاكر احنا مره يعني التقينا في تكريم كنا عاملينه لحضرتك في نادي نقابه الصحفيين تفتكر سيادتك قد ايه كنت رائع وانا اظنك في الاصابجي كنت يعني مسكت بتلابيب الشخصيه ابعادها كلها تعبت في الدور ده قعدت فتره قبليه يعني مجرد ما عرفت ان انا هعمله اسمع كل الاغاني اللي لحنها اقرا كل حاجه كتبت عنه اشوف صوره عشان احاول اجيب النظارات وادور عليها مع انها موديلات قديمه وكده عشان تبقى برضو قريبه اجرب في البيت هو كان اصلع وانا كان عندي شعر اكتر من كده يعني حلقت لا بقيت احط حاجه يعني حاجه تنيم الشعر لورا قوي 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 بحيث دول يبرزوا فيبقى باين ان هو قعدت اجرب وقعدت اعمل وقعدت كده يعني كان وقتها انا كنت بعمل مسرحيه الزعيم وكان اعتقد ان انا يعني دوشت عادل امام بالكلام عن الشخصيه يعني تخلص المسرحيه بنقعد سوا اقعد اقول له ده في مشهد بيقول كذا 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 تصور ان كذا 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 تصور الراجل ده مش عارف ايه تصور ايه يعني وهو كان يعني طويل البال جدا معايا في ده وصل في مرة وقال لي أنا لما بشوف إخلاصك للأصابجي وأعرف الشخصية دي عظيمة إزاي بحس بالضآلة إحنا إيه برغم كل اللي عملناه ليجي إيه جنب دول اللي وقتها لا كان فيه إعلام ولا كان فيه قنوات ولا كان فيه وكان الفن شغلانة صعبة وكان ويطلع ويكافحوا ويطلعوا ده احنا لازم نحس ان احنا بالضآلة قصاد الاساطين دول قصاد رامي والصنباطي صحيح والاصابجي فانا كنت طول الوقت مهموم بالشخصية مهموم بيها لدرجة ان انا كمان عايز انتصر ليها كنت حاسس ان هو مظلوم شوية ما خدش حقه اعلاميا زي بقية وانت نصرته اعلاميا فانا كنت حاطط جوايا ان انا ايه انصفه واطلعه لكن علاقتك بالاستاذ عادل امام الحقيقة علاقة فنية جيدة جدا لان اللي بيرصد الحركة الفنية السينمائية بيشوف سينما ومسرح
انتوا عملتوا شغل ممتاز مع بعض. أيوة. شايف ازاي علاقتك بيه والثنائي اللي انت عملته معاه بدءا من طيور الظلام او الارهابي قبل كده؟ أنا لا تجادل يا علي. ايوه بالظبط. لا هو طبعا واحده واحده طبعا. امال ايه؟ الفنكوش. انتوا اللي عملتوا الفنكوش. ايوه. من ساعتها عادل يدور على الفنكوش. الاستاذ عادل انا ما عملتش معاه مسرحيه واحده. وعرب الوزير حلاوه بير عنتبلي. كتير. انا عمال افتكر. ايوه. انما السينما اعمال كتير واعمال كتير. وهو يعني بره الاعمال يعني هو صديق واخ مفيش كلام. بحبه جدا جدا وبيحبني جدا جدا وبنخاف على مصالح بعض يعني. ده بره الشغل. الشغل انا ممكن اقعد 6 سنين ما اعملش حاجه مع الاستاذ عادل. وده حصل. معنى كده انه ما بفكروش فيا الا في دور انا ان فيه. مظبوط. وهو كان وما زال موضوعي في اختياراته يعني. حتى سئل مره يعني احمد راتب معاك في افلام كتير ليه؟ قال لهم هاتولي دور منهم ينفع حد تاني يعني يعمله. فهي القضيه ايه؟ القضيه التقاء فني والتقاء انساني وفي حاجات بتجمعنا. لكن بتعتز بايه في الافلام دي؟ ايه اكتر دور انت معتز بيه؟ والله كتير يعني بحس ان هو انت. معرفش يعني ليه انا بحس ان طيور الظلام انت. طيور الظلام انا شخصيا. صح. طبعا واحده بواحده بحبه جدا. كنت مندمج فيه قوي وعامله يعني. لدرجه ان الاستاذ عادل قال لي ده هو عن فيلم اجنبي يعني. فقال لي انت عملته احسن من توني راندل يعني. طيب. في الادوار اللي بعتز بيها معاه الارهابي كان دور صعب. صعب جدا جدا وكان في وقت الارهاب منتشر وموجود في التسعينات. واحنا كنا يعني مش هممنا ايه اللي ممكن يحصل يعني. المنسي يا سلام على المنسي. المنسي كان مشهد واحد اللي هو بقابله في بس مش غيره. بعد ما خلص تصوير المنسي يا استاذ عمرو واتمنتج لقوا ان النهاية بتاعته لا تكتمل الا لو اضيف مشهد اتصور بعد شهرين من انتهاء الفيلم اللي هو بتاع طلعولك يا منسي طلعولك وكان يهدف بيه الاستاذ وحيد حامد لانه يقول انه لما الدور اللي انا كنت بعمله شاف عادل امام متعور وكان قايل له على عفاريت وكده الجمهور عارف ان اللي ضربوه ناس فهو كان عايز يقول ايه مع عفريت اللي بني ادم يعني فبيقول له طلعولك شفت اهو طلعولك اهو رد عليا يا منسي طلعولك ده اضيف بعد انتهاء التصوير بشهرين استاذ شريف عارف اكلمني وقال لي ممكن تيجي تعمل يوم كمان قلت له يوم ايه مش الفيلم خلص قال لي لا في مشهد هنعمله بس فعملنا المشهد بتاع المعديه انا جاي وهو رايح ده كان قفله الفيلم طيب اذا كان يمكن علاقتك بالاستاذ عادل امام تمخضت عن او انتجت افلام متميزه ومفيش دور شبه التاني خلي بالك لا خالص يعني شوف الارهابي خالص وشوف طيور الظلام وغيره خالص استاذ فؤاد المهندس علامه في حياتك طبعا دور في حياتك مهم طبعا 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 من ايد ما نعدمهاش ومن ايد يعني شخصيه سامح دي دي كانت يعني حتى الان انا مش بكلمك على حاجه كانت بتكلم اكيد انت بتلمس ده انا برضو دي سامح دي انا لما قريت انا كنت طبعا لسه صغير وكده وعايز اضحك بقى وكده فلاحظت ان شخصيه حنفي بيضحك اكتر فلما جابوني سامع قلت له لا انا عايز اعمل حنفي قال لي لا رحت ماشي فكلمني تاني وجابني واقنعني بقى قال لي بص حنفي ممكن يعملوا اي حد بس سامح هو حنفي اتعمل مرتين يعني في حد عمله في الاول وبعدين ابو الحسن عمل استاذ ممدوح زايد أيوة وبعدين انا شفت اصلي بالاثنين قال لي انما سامح ده عايز حد يعني مش ده وان وي انما التاني ده مركب يعني وفي نقلات وفي حاجات فاقنعني يعني الاستاذ فؤاد المهندس يعني كان الحقيقة مش هقول لك أب ولا لا أكتر من أب صديق يعني أولا ما كانش حاسس إنه كبير يعني قلبه شباب ف
بيتعامل معانا زي ما يكون من سننا، فما انتش لاقي غربه يعني ما انتش لاقي غربه في التعامل مع فؤاد المهندس، لا ده من سنك، تحس انه من سنك يعني. ويصور ويعمل ومش عارف ايه، وبعدين في لحظه ينزل يعني قلب طفل يعني طفل. وكان اونست جدا، اونست يعني على المسرح لو لقاك انت يعني ملعلع وكده يساعدك ويبقى مبسوط ويبقى فرحان ويحب ان يبقى ليه انه يطلع من تحت ايده ناس، هو بيحب ده. في ذكريات ليكوا في المسرحيه؟ نعم. دي في ذكريات بتجمعكوا في المسرحيه دي؟ في ايه؟ كان الرئيس السادات كان منع اللحمه شهر عشان كان الجزارين غالوا في سعرها، فمنعها شهر عشان تنزل اسعارها يعني. في المسرح في يوم جات لي الحاجه، دلوقتي الحاجه طبعا مراتي زمان يعني، جات لي المسرح، ففي لحظه انا على المسرح وهو بره، فقعد يتكلم معاها، فقال لها هموت نفسي اكل لحمه، فهي قالت له على فكره انا عندي طبق بفتيك. قال لها والنبي والنبي عندك ده؟ قلت له يعني ممكن اكل من تاني يوم جه عندي في البيت، كنت ساكن في الصحفيين، وقالت له البفتيك زي عيال صغيره، يا سلام الله وقعد يعمل حاجات. كان راجل بسيط جدا 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 جدا. هقول لحضرتك على حاجه، انا ما كانش عندي عربيه طبعا، كان المسرح في الزمالك والبيت في الصحفيين، تخلص المسرحيه يقول لي يلا وصلك. يا استاذ حضرتك، قال لي لا انا بعد المسرح بحب اركز بعربيته البيجو النبيتي. ايوه انا بعد المسرح احب اركز يعني ايه، امشي شويه بالعربيه كده وبتاع وكده عشان اروح البيت وانا هادي بقى خلاص، الانفعال خلص وابقى هديت. فانا بستغل ده يعني، مش عايز يقول ان انا بوصلك، لا ده عايز يقول لك انا ده انا بعمل ده انا اللي عايزه يعني، مش لكن كان بيوصلني يوميا يعني. الاستاذ فؤاد عملت معاه روحيه اتخطفت كمان، برضو ايام جميله جدا جدا. كان مولود وقتها بنتين التوأم صغيرين اطفال كده، وكانوا اما يجوا يحضروا المسرحيه يقعد يسمعهم وهم بيغنوا الاغاني اللي كان بيغنيها هو في المسرحيه يعني، ويبقى مبسوط قوي راجل يعني لا ينسى. فؤاد المهندس لا ينسى على الاطلاق. نطلع لفاصل ونرجع نواصل حوارنا مع فنانة كبير اللي مشرفنا النهارده استاذ احمد رضا. وما زلنا في هذا الحوار الجميل مع استاذ من اساتذه فن التمثيل في مصر، الاستاذ الفنان الكبير احمد راتب. استاذ احمد، انت بتقيم تاريخك الفني وتحس انك انت تقدر تقول انك انت حققت ذاتك؟ ايوه. في حاجه لسه ما عملتهاش نفسك فيها؟ شوف، انا دايما يقولوا لي نفسك تعمل اني دور، اقول اللي لسه ما جاش هو ايه مش عارفه. الدور اللي لسه ما جاش ده انا قاعد مستنيه، عارف اللي هي ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها وستعلم بعد رحيل العمر بانك كنت تطارد خيط دخان. هي كده بالظبط، والا ما يعني ما استعملش مثلا ظروف الصحيه وامثل. القوه اللي عندي دي جايه من اني مستني حاجه هي ايه مش عارفها يعني. بس انت راجع عن المشهد الفني النهارده، يعني انت راجل اشتغلت في فتره من الفترات المهمه جدا في تاريخ السينما والتلفزيون والمسرح، وعايشت اجيال كثيره. ايوه. مثلت ادوار اكتر. ايوه. شايف المشهد الفني النهارده زي سينما وتلفزيون؟ والله سينما وتلفزيون واغاني واعلانات الحقيقه في تردي يعني الى حد ما، مش كله طبعا يعني ليس تعميم يعني، ولكن يعني انا اقول لحضرتك كلمات اغنيه مثلا، يقول لك ما فيش صاحب بيتصاحب،
مفيش راجل بقى راجل، مفيش عامل بيتعامل، طلع سلاحك متكامل، تعورني اعورك وبوظ لك منظرك، ما بنخافوش ما بنعملوش، طلع الخرطوش. كيف واحنا في الظروف دي الرقابه على المستنظفات الفنيه فين؟ فين؟ مش موجودين، ما لهمش اي قيمه ولا وجود. تطالب بالغائها؟ طبعا. شويه موظفين عبء على الدوله، عبء على الدوله، مرتبات وحاجات وعبء على الدوله. انا افضل ان كل قناه يبقى فيها رقيب بتاعها، يقبل المسلسل او لا، يقبل الاعلان ده، يقول لهم طبعا الاعلان بيجيب فلوس، لكن يقدر يقول الاعلان ده في حته ما ينفعش، او لو سمحتوا دوروا على فكره تانية واعيدوا الاعلان وهاتوه، عينينا ليكوا بس دوروا على فكره تانية. يعني السينما افلام تساعد على البلطجه وتدني الاخلاق. فين يجي صناعها يقول لك احنا بنقدم الناس عايزينه؟ فين الرقابه على المصنفات الفنيه؟ لا، المقوله دي ايه لما يجي صانع الفيلم يقول لك احنا بنقدم اللي الناس عايزاه؟ يعني هل ده صحيح؟ يعني انا لا طبعا، لا طبعا، انت بتقدم اللي يكسبك. انما الناس اللي هي انت بتقول عايزينه ده، لو اصريت على انك تعمل لهم كويس هيتعودوا على ان هي دي السينما، خلاص هتبقى هي دي السينما. اسالك سؤال صريح وترد عليا بصراحه، اتفضل. ايه رايك في افلام السوكي؟ والله عمل افلام كويسه اول ما ابتدى لغايه ما ركب موجه اللي بعد الثوره، يعني اللي هو التدني اللي موجود، انا اسف ان انا اقولها، يعني في كثير من الشعب المصري مستغل ده في انه يعمل ارباح، يعني بدل ما يرقيه يعمل ده. انا مش بس سينما، يعني تلفزيون. هل انت راضي عن انت قدمت كم؟ شوف يعني لسه بنتكلم عملت رأفت الهجان، مظبوط، وانا اتشرفت ان اشتغلت مع سيادتك فيه، وعملت المال وبنون، وكان من اروع الاعمال اللي قدمها قطاع الانتاج، وام كلثوم وغيره كتير. شايف النهارده الانتاج التلفزيوني ازاي؟ شايف انتاج قطاع الانتاج ازاي؟ وصوت القاهره والدوله ممثله في مدينه الانتاج الاعلامي، ده عبء على مصر برضه. كل دي اعباء على مصر، بمعنى انه قطاع الانتاج بعد الاستاذ ممدوح الليثي مفيش قطاع انتاج، مدينه الانتاج الاعلامي بعد عبد الرحمن حافظ مفيش مدينه انتاج اعلامي. انا نفسي مره حضرتك جريء وتنزل بالكاميرا وتصور اماكن التصوير اللي في مدينه الانتاج، لترى الزباله اللي حوالين المباني، لترى العنكبوت اللي معشش جوه الحاجات. هقول لحضرتك على حاجه، انا في رمضان اللي فات صورنا في مبنى من المباني اللي هي شقة، يعني فوق عالية شوية عشان تصور فيها داخلي خارجي، يعني تبقى بتصور جوه ويبان الدنيا بره. يعني كنا بنوقف التصوير من الخفافيش، حضرتك وصل الأمر للخفافيش، انهيار كامل. يعني كام موظف في المدينة دي وكام ناس ما بيشتغلوش ليه وما بيعملوش ليه ده برضو راجع لحاجتين اساسيتين. يعني نمره واحد، عمليه التدرج الوظيفي الهبله اللي احنا عايشين فيها، ان انت دلوقتي بتعين رئيس مجلس اداره مدينه الانتاج الاعلامي، بيطلع معاش بيجيب اللي بعده فاضل له 6 أشهر ويطلع معاش. هي كده يعني 6 أشهر هيعمل فيهم ايه؟ يقول لك يا عم انا عايز اطلع نضيف، هم 6 أشهر يتقضوا بتاع واطلع بقى معاش، فلا يشتغل ولا يعمل ولا يراقب ولا يشوف ولا اي حاجه، مش عايز يعمل اي حاجه، هو يدوب على بال ما يخش مكتبه ويقول لهم صلحوا التكييف اعملوا لي، يكون فاتوا 6 أشهر. طبعا اسلوب غريب جدا جدا جدا، وهذا متبع في كل الانظمه بتاعه الميديا بتاعه الدوله. ده وضع طبعا غير مقبول على الاطلاق. تلفزيون انت غير راضي عنه؟ انا بتكلم على اولا دي جهات يا استاذ عمرو، الحوار على الانتاج دي جهات منتجه، دي جهات تقدر تدخل فلوس للدوله بالعمله الصعبه. طب في تقديرك ليه الدوله رفعت ايديها عن الانتاج التلفزيوني زي ما رفعته قبل كده عن الانتاج السينمائي؟ هقول لحضرتك ليه.
رغم يعني انه كان بيدر عليها مكسب ماشي كويس. الدولة اما كانت بتدعم الانتاج التلفزيوني كان الانتاج التلفزيوني ناس بتسوقه وبتدخل دخل مظبوط، فكان ده مع ده ماشي، انما لما افضل ادعم 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 وانت ما بتجيبش قرش تعريفه يبقى انت كده بتضيع ميزانيه الدوله. في ناس غلابه اولى بقى، في عشوائيات عايزه تصلح، في طرق وكباري، في حاجات كتير، في صحه، في تعليم، ادعمك ليه وانت ما بتجيبش مليم وانت المفروض انك جهه منتجه؟ لا طبعا الدوله عندها حق، وانا رايي ان هذه الاماكن يعني مدينه الانتاج دي لو في ايد منتج خاص كانت دخلت مليارات لمصر، لما ما لما تحسب بتدخل ايه؟ بتدخل ايجار القنوات اللي زي حضراتكم يعني. بس حضرتك انا رايي يعني تصفى واحده واحده، ما تقدرش ترفد الموظفين دول الكتير قوي اللي هم عبء على مصر، دول اللي يطلع معاش ما تجيبش غيره. طب قول لي انت بتشوف التلفزيون المصري؟ يطلع معاش ما تجيبش غيره لغايه ما المساله بتشوف ايه؟ التلفزيون المصري؟ نعم بتشوف التلفزيون المصري؟ بشوف التلفزيون المصري اه. بتشوفه يعني أيه. نزلت من مشاهدي بالذات ما هو لازم بقى نحدد، يبقى التلفزيون المصري هو البرامج التعليميه حلوه قوي، البرامج الرياضيه كويسه قوي قوي قوي، وبتجيب اعلانات يعني بيكسبوا منها يعني انا بشوف الماتشات على النيل النايل سبورت في اعلانات وفي دخل. البرامج الاخباريه هامه جدا جدا في التلفزيون المصري طبعا يعني. ولكن يعني برامج الحوار ما بقاش على مستوى قوي. الاعمال الدراميه اللي بتعرض كلها كويسه ولكن كلها مش من انتاجهم يعني، ده يعني ربنا من بره من الخارج يعني كلها من الخارج كلها طبعا من منتجين بعتقد انهم يعني ايه ابطال يعني، ان كان في عز اللي بعد الثوره والانفلات والدنيا وبتاع، في ناس منهم اصروا ينتجوا واصروا يمدوا القنوات بشغلهم وكده، انا بحييهم وبحيي القنوات الخاصه المصريه اللي هي في عز الازمات اشترت هذه الاعمال وعرضتها وخلت العجله ماشيه واسعدت الناس. دي تحيه واجبه الحقيقه يعني. استاذ احمد بيخاف من ايه؟ انا بخاف من مرض، بخاف من قله الفلوس، بخاف من ايه؟ لا خلاص ما بقتش دي موجوده الحمد لله رب العالمين، عمري طويل بشتغل يا استاذ عمرو، فاكيد يعني. وبعدين احنا يعني اتعلمنا من اجيال سابقه يعني مثلا الله يرحمه اسماعيل ياسين مات ما عندوش رغم كل اللي عمله، الله يرحمه رشدي اباظه مات ما عندوش رغم كل اللي عمله. المشاهد دي مش بتخليك تقلق ان لازم عندك مشروع تجاري مثلا يجيب لك دخل؟ لا 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 خلانا بقى احنا كجيل بالذات الجيل بتاعي ازاي يعرف يحسب حساب بكره، فاحنا حاسبين حساب بكره كويس ولله الحمد يعني. مساله الماده لله الحمد يعني ما يعني لا تقلق يعني الحمد لله ما احناش يعني عندنا طموح مجنون ما بتاع المليارات والكلام الفارغ ده، لا بس مسطوره يعني مسطوره وكويس يعني. انا بخاف على مصر يعني، في تحديات كتير قوي قوي، وفي اعين متربصه كتير قوي قوي، وفي مؤامرات كتير قوي، فبخاف. لكن املي في الجيش المصري يعني. الجيش المصري يعني قوي جدا جدا، منضبط جدا جدا يعني، حمينه في نفس الوقت، بيعمل مشاريع، بيعمل الطرق، وبيعمل وبيعمل قناة السويس، وبيعمل وبيعمل وبيعمل، لدرجة ان انا نفسي يعني زي عهد الراحل عبد الناصر يعني، لما عين في المؤسسات الناس هتقول عليا يعني بتاع العسكر، ايوه بتاع العسكر، لان هي المؤسسة الوحيدة التي لم يصيبها الفساد يعني.
عين في المؤسسات كلها والمصانع والكده لواءات وظباط عشان المسألة تنضبط وعشان المسألة تتعمل. يعني احنا خلاص ما بقاش عندنا قدرة، احنا كناس ما عندناش قدرة على التخلص من الفساد، ما عندناش قدرة على التخلص من الكسل، ما عندناش قدرة على التخلص من الفهلوة. وده على فكرة ده غصب عننا. المصري اتعرض لقهر كتير جدا، 400 سنة احتلال تركي عن جهية وهم اغبياء وبتاعه، كانوا بيخلي العامل المصري يعمل تحفة يشتريها بدينار ويروح يبيعها في الاسفانة ب 400 دينار. 400 سنة احتلال تركي، 70 سنة احتلال انجليزي، 30 سنة الحكم اللي فات. برضو بس انت رجل يعني توجهك السياسي وانت معروف ان لك مواقف سياسية، ألست مؤيد للدولة المدنية؟ طبعا مؤيد جدا، مؤيد جدا. وهل الرجل العسكري لما تحطه في منصب مدني انت عايز منه بس الانضباط اللي خده من العسكرية، انما هو بقى مدني خلاص، دولة مدنية برضو، ايه اللي يمنع يعني؟ يعني حضرتك مثلا في وطنيين زي عبد الناصر وزي السادات، لكن مبارك رأيك فيه؟ نعم مبارك. الا العشر سنين الاولانيين لا غبار عليه، حتى ركبت العنجهية هو واسرته واعتبروا نفسهم من سلالة وجنس غير المصريين. يعني في اخطاء حصلت من الوطنيين دول بس كان بدافع وطني. يعني مثلا انت مؤيد ل 25 يناير؟ انا ايدتها لغايه سقوط نظام الحكم، لانه كان لازم يسقط. بعد كده خلاص عرفت انها فيها حاجات كتير، يعني كان فيها حاجات كتير قوي 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 قوي، يعني كانت حاجه كده مكتومه على اشياء طلعت، وكويس انها طلعت. نظام بشار الاسد انت مؤيد استمراره ام لرحيله؟ لا انا مؤيد لان بشار الاسد وجيشه يتعاون مع المعارضه الاثنين مع بعض علشان يخرجوا الارهابيين ويقتلوا داعش، وبعد كده يشوفوا يعملوا ايه بعد كده، ان هو ده الاهم. سوريا اهم انها تنتهي من المسلحين اللي فيها، مش ما بقتش قضيه بشار ولا قضيه معارضه، بقت قضيه سوريا هذا الكيان العظيم ازاي يبقى بالشكل ده. يعني هل توافق على تطبيع مع اسرائيل؟ يعني يمكن تسال فيه ده حد من جيل غير جيلي، لان احنا جوانا صعب. انا لو قابلت اسرائيل بسلم عليه وسلم علي عادي يعني، وكان في فتره بيعملوا سياحه وييجوا المسرح ويطلعوا يسلموا علينا وكده عادي يعني، لكن ان انا اروح هناك او ان انا اعمل معاهم تعاون باي شكل من الاشكال يعني نفسيتي ما تقبلش الحقيقه. الجانب الانساني في حياتك، انت بقيت جد مؤخرا، كم حفيد عند حضرتك؟ كم حفيد؟ يعني خمسة، ومش بقولها عشان حسد والله، هم خمسة. خمسة وخمسة ربنا يخليهم. هم خمسة. عندي الكبيرة لبنى جابت نورين وجنى واحمد، وبعديها لميس جابت حمزة، وبعديها لمياء جابت فاطمة، فهم كده يعني ولدين وثلاث بنات، يعني هم يعني كل حياتي دلوقتي. يعني سعيد انك انت بقيت طبعا طبعا شيء ممتع، يعني ممتع عقبالك. يا رب. زوجتك بتمثل ايه في حياتك؟ بتمثل السياج الواقي اللي حماني من حاجات كتير قوي. انت عارف طبعا الفنان دماغه بتشطح، دماغه محتاج حد زي لما كان زمان المخرج بيدي اداء في التمثيل وبتاع وكده، لو انت بقيت اوفر يرجعك، لو انت بقيت يحجمك. طبعا اختفت المساله دي، بقت كلها تكنولوجيا، يعني مفيش مخرج عنده انه يقول للممثل يعني حاجات، يعني فيعني التمثيل مسؤوليه كل ممثل الان، يعني زي التدخين مسؤوليه كل مدخن. انما فهي برضو كده يعني الزوج، يعني زوجتي ربت ولادي كويس قوي قوي الحمد لله،
يعني ما تقولش ان ده بيت يعني اللي الناس فاهمها عن الفنانين يعني، لا مش موجود عندي. بناتي معجبات، ازواجهم محترمين جدا جدا، احفادي كويسين، يعني زوجتي زي ما اقول لك بالنسبه لي انا شخصيا كان سياج واقي، يعني من انه مثلا ايه ابقى تكتر الفلوس فجاه خرف توقف، اما مش عارف برضو يعني عيني تزوغ ولا حاجه برضو ترجعني. فالحقيقه حافظت عليا وعلى فني، انا بعتبر ان ده حفاظ على فني وحفاظ على اسرتي اللي هي كل حياتي يعني. والحقيقه انت حافظت على فنك وعلى اسمك وعلى تاريخك، وان شاء الله على مستقبلك اللي ان شاء الله يكون طويل يا رب، وتقدم فيه كل شيء محترم، لانك انت فنان محترم والمحترم لا يقدم الا الفن المحترم. ربنا يخليك. انا اتشرفت ان انا قعدت معك. والله شرف لي يا استاذ عمرو، بشكرك. وانا يعني سعيد جدا جدا ان انا قاعد معاك. وانت شوف، انا في حد اعتبره اخويا الصغير وفي حد اعتبره ابني، بفرح قوي لما ليه موفق وناجح. يمكن اتعلمت من فؤاد المهندس، يمكن من عادل امام، يمكن ما اعرفش يعني، يمكن من فريد شوقي، يمكن، لكن هو ده الواقع. انا بسعد جدا جدا بنجاحاتك وبتألقك وانا مبسوط، وكان نفسي اقعد معاك من زمان. انا كمان والله ربنا شرفت كريم. جدا واعتز جدا بهذا اللقاء كيف. واتمنى لسيادتك دايما كل نجاح وتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا. هذا هو لقائنا وحوارنا مع فنان من جيل الكبار اللي اسسوا مدرسة فنية محترمة في مصر، في السينما وفي المسرح، في التلفزيون. في الضحك كان ليه مدرسة، في الحزن والبكاء كان ليه مدرسة، حتى في الدراما الاجتماعية كان ليه لون وطعم. كان معنا النهاردة الفنان الكبير القدير أحمد راتب. بشكركم جدا، صباح الخير.